يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رجل أصيب بمرض فقد معه الذاكرة، وتريد زوجته أن تتصدق عنه لعل الله أن يشفيه، وتتصدق من ماله، هل يجوز لها ذلك مع العلم أن ماله يكفي لذلك ولغيره؟ ما تتصدق من ماله إلا بإذنه، إذا أذن لها فلا بأس، أما إذا لم يأذن فلا تتصدق من ماله، وإنما تتصدق من مالها هي إن كان لها مال. نعم.